بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله دروس الرياضيات للصف الثالث الاعدادي المنهج المصري الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في حل نماذج امتحانات الجبر والاحصاء او الجبر والاحتمال، وده النموذج الخامس والنموذج الاخير. وبنوه بقى في اخر نموذج ان الخمس نماذج اللي احنا حلينهم دول هتستمع للنموذج مرة واثنين وتلاتة لو ما فهمتش. لو فهمت من اول مرة خلاص بروح مقفل الفيديو، بجيب النموذج من الكتاب المدرسي، كتاب المدرسة او من اي مرجع خارجي هتلاقي النموذج، نموذج المدرسة، نموذج كتاب الوزارة، نموذج كتاب الوزارة، وابدأ احل النموذج. حليته بسهولة ويسر وفهم كل حاجة، ممتاز جدا. ابدأ اخش على النموذج التاني، في حاجة وقفت معايا ابدأ اشوف النموذج، حل النموذج مرة تانية، ما فهمتش ارجع للدرس. يعني مثلا على سبيل المثال تبسيط الكسور، تبسيط الكسور ما فهمتوش، يبقى اروح راجع للدرس في شروحات الفيديو واستمع الدرس مرة تانية واذاكره من الكتاب وارجع احل النموذج مرة تانية، احل النموذج كله مرة تانية. حليت النموذج بأريحية وما فيش اي مشاكل خالص، خلاص اخش على النموذج اللي بعده. لو حليت الخمس نماذج بالشكل اللي انا قلت لك عليه وانت فاهم مش حافظ، وانت فاهم بتعمل ايه، هتحل، هتخش الامتحان ان شاء الله، وانا متأكد ان انت هتجيب درجة كبيرة جدا عما كنت متعود عليها انك تجيبها قبل كده. يعني اللي كان بيجيب جيد هيجيب جيد جدا، اللي كان بيجيب جيد جدا هيجيب ممتاز على طول في الامتحان النهائي ان شاء الله. نبدأ النموذج. اكمل ما يأتي. اذا كان سين تنتمي لحا، يعني ده المجال، هو يقصد ان ده المجال، خلاص يبقى انت ايه، هتبسط على طول، يبقى واحد ناقص سين على السين زائد سين ناقص واحد على السين، طبعا المقام واحد يبقى واحد المقامات على نفسه، واجمع البسط يبقى واحد ناقص سين زائد سين ناقص واحد. مفيش اشارات سلبة مختلفة، يعني لو ده سالب هيسبب لنا مشكلة. طيب نحل ديت واقول لك لو كانت سالبة تعمل ايه. خلاص يبقى سالب سين راحت مع موجب سين، وهنا الواحد راح مع السالب واحد، يبقى يدينا ايه، صفر على السين، يعني بصفر، يبقى هنا صفر. طيب لو ده سالب بقى، لو الاشاره اللي في، يعني مثلا لو كان كده واحد ناقص، خلاص احنا حلينا بس انا بفهمك، يعني لو ده سالب سين سالب واحد على السين بتعمل ايه، انت هتوحد مقامات على السين، تمام. الكسر البسط الاولاني هينزل زي ما هو واحد ناقص سين. هنا السالب ديت لازم هتضرب في السين ناقص سالب واحد، لازم تعملها كده والا هتلخبط الاشارات. يبقى انا لما اشوف بقى البسط يبقى واحد ناقص سين، اضرب ديت سالب في سين بسالب سين، احنا غير الاشارات اللي جوه، لما قوس قدامك سالب يعني هغير الاشارات اللي جوه، السالب اخليها موجب والموجب اخليها سالب، دي موجب اخليها سالب ودي سالب اخليها موجب على السين، يبقى يدينا اس الاتنين، خلاص بقى زي ما تطلع بقى اتنين ناقص اتنين سين على السين على السين. فهمت ازاي ده؟ انا بفهمك انما هو الحل طلع صفر. عددان موجبان مجموعهما، يبقى نفرض العددين سين وسين وساط، يبقى مجموعهما يبقى سين زائد صاد يساوي خمسة، مجموع مربعيهما يبقى سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 13. يبقى دي المعادلة رقم واحد ودي المعادلة رقم اتنين. من واحد السين هتساوي خمسة ناقص صاد، عوض في التين بالتعويض في اتنين، يبقى خمسة ناقص صاد تربيع زائد صاد تربيع يساوي 13، تمام. افك يبقى 25 ناقص 10 صاد زائد صاد تربيع زائد صاد تربيع ناقص 13 تساوي صفر، يبقى صاد تربيع وصاد تربيع 2 صاد تربيع ناقص 10 صاد 25 ناقص 13 يدينا كام؟ يدينا 12 تساوي صفر بالقسم على اتنين، يبقى ص تربيع ناقص خمسة ص زائد ستة تساوي صفر. نحلل يساوي صفر، يبقى ص في ص اتنين
في 3 يعني سالب سالب، يبقى ص تساوي 2 أو ص تساوي 3 بالتعويض. بالتعويض في إيه؟ دي خليها رقم 3 اللي أنت طلعت منها السين ديت، يبقى هنا السين هتساوي ص ب2، يبقى السين هتبقى 3، أو الص ب3 يبقى السين بكام؟ السين ب2. يبقى أنا عندي 2 و3 و3 و2، 2 و3 و3 و2 هي هي، يبقى العددين 2 و3. حد كتب 3 و2 هي هي، مش هتفرق لأنه طالب عددين. طيب إذا كان ص د يساوي 3 و د س يساوي كذا زائد أ، فإن ايه صد د ديت؟ مجموعة مجموعة اصفار صد د، معلش صد د اللي هي لما يجي لك صد د يعني اصفار، طب ما تكتب اصفار يا عم الحاج بدل ما تلخبط الناس. يبقى مجموعة اصفار الدالة، اصفار الدالة 3، يعني ده من اصفار الدالة، يعني جذر من جذور الدالة. طيب نمسح بقى، يبقى 3 بتحقق المعادلة يعني بتساوي صفر، يعني لو انا حطيت السين ب3 يبقى الدال سين هتساوي صفر. يبقى 3 تكعيب بكام؟ ب27 ناقص 3 في 9 يبقى 27 زائد أ هتساوي صفر، يبقى الأ تساوي ايه؟ الأ تساوي صفر. يقول لي إذا كان أ وباء حدثين متنافيين، نون أ يساوي نص، عدد عناصر نون أ يساوي نص، ولام أ اتحاد الباء يساوي، دي لام، معلش دي لام يمكن هو غلطان، يبقى لام أ، من نون أ ما يجيش ما يجيش كسر خالص، يبقى لام أ يساوي نص، ولام أ اتحاد الباء يساوي 5. عايز لام الباء، حدثين متنافيين، يبقى لام أ اتحاد الباء يساوي لام الالف زائد لام الباء. ده اذا كان حدثان متنافيان، يعني لو حدثان عاديين يبقى ناقص لام التقاطع، لام التقاطع. طيب هم متنافيان، يبقى لام الاتحاد يساوي لام الف زائد لام باء. لام الاتحاد بكام؟ ب5/6، يساوي لام الالف بنص، عايز لام الباء هو، يبقى لام الباء لام الباء يساوي 5/6 سالب نص، أوحد على الستة يبقى هنا 5 فوق، أو يبقى 6/2 فالتلاتة في 1/3 يبقى يدينا 2/6 يعني هيساوي إيه؟ هيساوي تلت، يبقى لام الباء بتلت. ده قانون الاتحاد في حالة الحدثين المتنافيين، لو مش متنافيين يبقى لازم نضيف هنا لام التقاطع، ألف تقاطع الباء. طيب قانون التقاطع، يبقى لام ألف تقاطع الباء يساوي لام ألف زائد لام باء ناقص لام الاتحاد، ناقص لام الاتحاد عكسي. المجال المشترك للدالتين، يبقى الدالة نون واحد سين تساوي 2 على سين سالب 1 في سين زائد 1، يبقى أصفار، أي أصفار المقام، سين تساوي 1 وسين تساوي سالب 1، يبقى مجال نون 1 سين يساوي ح ناقص الأصفار 1 وسالب 1. طيب نون 2 سين تساوي 5 سين على اخد سين عامل مشترك في سين ناقص او سالب 1، يبقى اصفار المقام، يبقى اما السين هتساوي 0 او السين هتساوي 1، يبقى مجال نون 2 سين يساوي ح ناقص 0 والواحد، يبقى المجال المشترك، المجال المشترك يساوي ح ناقص، وجمع ده بقى 1 وسالب 1 وصفر، والواحد مكتوب خلاص، يبقى ح ناقص 1 وسالب 1 والصفر. طيب السؤال السادس بيقول لي ايه؟ مجموعة حل المعادلتين س ناقص ص يساوي 2 وص ناقص س يساوي 3، هي انا عايزك بس تعمل تجربة بسيطة قبل ما تشوف الحل، يعني انت لو جيت تحل ولقيت الدنيا ملخبطة هتعمل تجربة بسيطة. أنا بس هشرح لك، لو أنا عندي معادلتين، المعادلة الأولى
ألف واحد سين زائد باء واحد صاد يساوي جيم واحد. المعادلة الثانية نحط هنا ألف اتنين سين زائد باء اتنين صاد يساوي جيم اتنين. دي المعادلة دي لها تلات حالات، اتنين تلاتة. الحالة الأولى المستقيمان منطبقان. يعني ايه منطبقان؟ يعني لها عدد لا نهائي من الحلول. امتى يكون لها عدد لا نهائي من الحلول؟ ان لما يكون الف واحد على الف اتنين يساوي باء واحد على باء اتنين يساوي جيم واحد على جيم اتنين. لو حصل ده يبقى بسميهم ايه؟ المستقيمان منطبقان. طيب هنا الف واحد على الف اتنين، الف واحد اللي هي معامل سين، يعني واحد على سالب واحد هيدينا سالب واحد، تمام. وباء واحد على باء اتنين يعني سالب واحد على واحد هيدينا سالب واحد، يساويها مظبوط جدا يبقى سالب واحد. طب هل جيم واحد يبقى ادينا اتنين؟ لا يساوي اتنين اللي هو جيم واحد على جيم اتنين، يبقى لا ينطبق على هذا الشرط. يبقى لا ينطبق على هذا الشرط. هنشوف الشروط التانية. يبقى المستقيمان متوازيان. المستقيمان متوازيان. متوازيان يعني ليس لهما حل، ليس لهما حل، لا يمكن يتلاقوا في نقطة، يبقى ليس لهما حل. امتى يكون المستقيمان متوازيان؟ لو ألف واحد على ألف اتنين يساوي باء واحد على باء اتنين لا يساوي جيم واحد على جيم اتنين. لو تحقق الشرط اللي هي في المسألة بتاعتنا، يبقى في المسألة بتاعتنا هنا ايه؟ ألف واحد على ألف اتنين يساوي سالب واحد، وألف وباء واحد على باء اتنين يساوي سالب واحد، وجيم واحد على جيم اتنين لا يساوي سالب واحد. يبقى دي مستقيمان متوازيان. يبقى مجموعة الحل ايه؟ لا يوجد حل للمعادلتين، لا يوجد حل للمعادلتين. خلاص. الحالة التالتة بقى ان الف المستقيمان متقاطعان في نقطة، متقاطعان في نقطة، يبقى يوجد ايه؟ حل واحد. يوجد حل واحد اللي انا بجيبه بالحذف او بالتعويض وهكذا. لما يبقى الف واحد على الف اتنين لا يساوي باء واحد على باء اتنين لا يساوي جيم واحد على جيم اتنين. مهمة جدا 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 النقطة دي، حتى لو كنا احنا في المسائل اللي فاتت حليناها بسرعة، انما انا هنا حليتها لك بالتفصيل عشان تبقى فاهم. معلش ترجع بقى في المسائل الشبيهة دي، لان اتكررت في كل النماذج، اتكررت في كل النماذج. يبقى هنا لا يوجد ايه؟ لا يوجد حل، لا يوجد حل. مفهوم معايا؟ طيب بيقول لي اختار الاجابة، ثواني كده نشوف بيسجل. تمام. اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان س عددا سالبا فإن 5 س على س تربيع زائد 1 نضرب ونشالب س تربيع زائد 1 على ايه؟ على السين. خلاص. يبقى ده راح مع ده معايا كده، هو س عددا سالبا. خلاص. يبقى ده مربع، ده مربع. ملهاش أي قيمة عدد سالب دي، يعني هتساوي خمسة، هتساوي خمسة. ما السين تربيع راحت زائد واحد، راحت مع السين تربيع زائد واحد، والسين راح مع السين سواء سالب أو موجب، يبقى اتبقى خمسة، يبقى هي خمسة. مجموعة حل المعادلتين س س
سالب صاد يساوي واحد، وسين زائد صاد يساوي سبعة. خلاص دي رقم واحد ودي رقم اتنين، يبقى بالجمع اتنين سينا يساوي تمانية، يعني سينا يساوي كام؟ أربعة، بالتعويض في واحد يبقى الصاد يساوي تلاتة، يبقى كام؟ أربعة وتلاتة، أربعة وتلاتة، إجابة رقم د. إذا كان لام ألف يساوي، ماشي نمسح بس عشان نكتب القانون. لام ألف يساوي أربعة لام ألف شرط، فإن لام ألف، طيب يبقى أنا عندي لام ألف يساوي إيه؟ يساوي واحد ناقص لام ألف شرط، ده قانون الألف مع الألف شرط، الحدث مع المكملة. عوض بقى، عوض لام ألف بكام؟ بأربعة لام ألف شرط، يساوي واحد ناقص لام ألف شرط، أطلع لام ألف شرط هنا مع الأربعة يبقى خمسة لام ألف شرط يساوي واحد، يعني اللام ألف شرط يساوي واحد على الإيه؟ واحد على الخمسة. واحد على الخمسة بكام؟ بنص. واحد على الخمسة يعني بنص. عشرة على الخمسة، اتنين من عشرة، اتنين من عشرة، معلش يبقى اتنين من عشرة. أربعة، مستطيل يزيد طوله عن عرضه بمقدار اتنين ومساحته 24، يبقى نفرض العرض ايه؟ نفرض العرض يبقى العرض س، يبقى الطول هيبقى كام؟ س زائد اتنين، المساحة هيبقى س في س زائد اتنين يساوي 24، يعني س تربيع زائد اتنين س ناقص 24 تساوي صفر. دي ممكن تتحلل، يبقى س في س 4 في 6 تساوي صفر، يبقى ناخد الايه ده، هتاخد شرط الحد الاوسط ودي هتبقى سالب. طيب يبقى 6 س تساوي سالب 6، ده مرفوض مفيش طول سالب، يبقى س هتساوي 4، وهو ده الحل بتاعي. جبت السين يبقى العرض ب4 والطول ب6، العرض ب4 والطول ب6، فين احنا هنموجودين؟ عايز محيطه بقى، يبقى ايه محيط؟ يبقى احنا جبنا العرض ب4، العرض ب4 والطول ب6، يبقى نجمع الايه، نجمع الاربعة زائد ستة ونضربها في اتنين، اربعة زائد ستة 10، في اتنين ب20، يبقى يدينا 20 سنتي، انه عايز المحيط. نون س تساوي، فان مجال نفس الايه، نفس الكلام احنا قلناه قبل كده، مجال نون ناقص نون سالب واحد للسين هيساوي، هشقلب، يبقى س زائد 3 على س ناقص 7، يبقى نجيب اصفار البسط، يبقى اصفار البسط س هتساوي سالب 3، اصفار المقام س هتساوي 7، يبقى المجال ح ناقص السالب 3 والايه والسبعة، السالب 3 والسبعة، يبقى رقم ج، رقم في المجال النون ناقص واحد، لازم اجيب مجال البسط ومجال المقام، مجال البسط ومجال المقام. نمسح معلش. س ناقص 3 تساوي صفر، عايز صاد بقى، يبقى س ناقص 3 يعني س هتساوي كام؟ س هتساوي 3، يبقى هنا ص تربيع هتساوي 3 و6 كام؟ 9، يبقى الصاد هتساوي زائد او ناقص، ما تنساش جذر 9 يعني هتساوي زائد او ناقص 3، زائد او ناقص 3، لو قلت لي زائد 3 بس او ناقص 3 بس غلط، يبقى زائد او ناقص 3. السؤال الثالث بيقول لي اختصر لأبسط صورة نون س، يبقى نون س مع ايجاد المجال، لان طبعا المساله دي ثابته على طول، يبقى ناخد س عامل مشترك في س ناقص سالب 2 على س سالب 2 في س موجب 2، زائد هنا ناخد 2 عامل مشترك، يبقى س زائد 3 على س ناقص مثلا 3، س زائد 3 في س زائد 2، مظبوط مظبوط جدا، يبقى اصفار الدال، يبقى س هنا تساوي 2 و س تساوي سالب 2 و س تساوي سالب 3 و س تساوي سالب 2 موجودة، يبقى مجال الدالة
يساوي ح ناقص اصفار المقام 2 وسالب 2 وسالب 3. ابدأ طير بقى، نطير س ناقص 2 مع س ناقص 2 وس زائد 3 مع س زائد 3، يبقى تبقى ن س تساوي س على س زائد 2 زائد 2 على س زائد 2، يبقى نوحد على س زائد 2، يبقى س زائد 2 ونجمع البسط يبقى س زائد 2، يبقى هيدينا ايه؟ 1. س زائد 2 راحت مع س زائد 2 يبقى ادينا 1. حل المعادلة مقربا الرقم. طيب طالما مقربا الرقم يبقى خلاص هنتعامل معاها بالقانون، يبقى 2 س في س ب2 س تربيع ناقص 10 س سالب 1 تساوي 0. خلاص يبقى الألف يساوي 2، الباء يساوي سالب 10، الجيم يساوي سالب 1. تمام، يبقى س تساوي سالب ب زائد او ناقص الجذر التربيعي، الباء تربيع ناقص 4 ا ج على 2 ا، يبقى س تساوي سالب ب بسالب 10 يعني 10 زائد او ناقص الجذر التربيعي ل 100 ناقص 2 في 2 في سالب 1 على 2 في 2 يعني 4، يبقى س تساوي 10 زائد او ناقص الجذر التربيعي ل 100 زائد 4 يعني 104 على ال 4، يبقى س تساوي 10 زائد او ناقص جذر 104 على ال 2، يبقى اما الس تساوي 10 زائد جذر 104 على ال 2، أو السين تساوي 10 سالب جذر 104 على الاتنين. خلاص بحسبها بالآلة عادي وأطلع الإيه؟ وأطلع الناتج مباشرة. بيقول لي حل المعادلتين، نحل المعادلتين، يبقى س زائد ص يساوي 7، دي رقم 1، وس تربيع زائد ص تربيع يساوي 25، دي رقم 2. من 1 الس هتساوي 7 ناقص ص بالتعويض في 2، يبقى 7 ناقص ص تربيع زائد ص تربيع خليها سالب 25 يساوي 0، يبقى 49 ناقص 14 ص زائد ص زائد ص ناقص 25 يساوي 0، يبقى 2 زائد ص تربيع، معلش ص تربيع زائد ص تربيع، يبقى 2 ص تربيع ناقص 14 ص 49 ناقص 25، 9 من 5 يبقى زائد 4 14 يساوي 0. طيب يبقى نقسم على الاتنين، يبقى ص تربيع ناقص 7 ص زائد 7 تساوي 0. اتنين 49 هنا ناقص 14 ص زائد ص تربيع زائد ص تربيع ناقص 25 يساوي 0، مظبوط. يبقى 2 ص تربيع ناقص 14 ص 49 ناقص 25 24 24 يبقى 12. معلش دي اتلخبط لك الدنيا كلها، انا قعدت اقول لك ايه. يبقى انت في المسائل زي كده غلطت في حاجه ولقيت الدنيا ملخبطه كده، يبقى عيد تاني، عيد الجمع والطرح والضرب، بحيث ان انت تبقى ايه، يبقى دي هتتحل العادي بقى. يبقى كام؟ ص ص 3 في 4 الكبير يبقى كله سالب، يبقى اما الص تساوي 3 او الص تساوي 4، هنعوض هنا في المعادله رقم 3، يبقى بالتعويض في 3، نعوض في 3 عن الصاد ب3، يبقى السين هنا تساوي 4، لو عوضت عن الصاد ب4 يبقى السين هنا تساوي 3، يبقى 3 و4 يبقى مجموعة الحل تساوي السين بكام؟ يبقى 4 و3 و3 و4، يبقى 4 و3 و3 و4. واللي كيس ب 15 كرة متماثلة مرقمة من 1 ل 15 سحبت منه كرة عشوائيا، إذا كان الحدث أ هو حدث الحصول على عدد فردي، يبقى أ عبارة عن كام؟ 1 و3 و5 و7 و9
و11 و13 و15 تمام. وباء يبقى ده ألف، يبقى باء يساوي عدد الحصول على عدد أولي، يبقى 2 و3 و5 و7 و11 و13. يبقى أنا عندي الباء والألف اهوت. أوجد لام ألف، يبقى لام ألف يساوي عدد ألف 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 8 على كام؟ 8 على 15. لام الباء هيساوي 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 على 15، يعني على 2 على الخمسة. عايز لام الألف ناقص الباء، يبقى لام الألف ناقص الباء يساوي لام الألف ناقص لام ألف تقاطع الباء. طيب ما جبناش احنا الألف تقاطع الباء، يبقى نجيب الألف تقاطع الباء يساوي ألف تقاطع الباء هنا كام؟ 3 و5 و7 و11 و13. 11 و13 كام؟ يبقى لام الألف تقاطع الباء يساوي 1 2 3 4 5، يبقى 5 على ال15، يعني 1 على ال3. يبقى لام الألف ناقص الباء يساوي لام الألف جبناها ب 8 على 15 ناقص لام التقاطع 1 على 3، نوحد المقامات على 15، يبقى فوق هيدينا 8 ناقص 15 على 3 في 5 يبقى 5، يبقى هيدينا 3 على 15 يعني 1 على الخمسة. معلش بحل بسرعة بس ايه، عشان يعني لسه مناهج كتير عندي، بحس ان احنا ايه، ولكن انت معاك فيديو، معاك فيديو، واللي عايز توقفه وقفه، واللي عايز تعيده عيده براحتك خالص، بحيث ان انت تفهم الايه، تفهم الموضوع. خمسة بيقول لي اذا كان اوجد في ابسط صورة، طبعا دي مسألة من المسائل اللي لازم تيجي مكررة، بتجيلك باشكال مختلفة ولكن حلها واحد. يبقى ديت ايه، فرق بين مكعبين، يبقى س ناقص 2 في س تربيع اغير الاشاره زائد 2 س زائد مربع الاخير 4 على س ناقص كام؟ 5 في 1، يبقى س ناقص 5 وهنا س ناقص 1، خليها على س تكعيب، ممكن ناخد من دي عامل مشترك س، هيبقى ايه، س تربيع زائد 2 س زائد 4، دي ما تتحللش، الرقم يبقى 2 س زائد 3، نحللها ممكن نشوف المقص بتتحلل ازاي، يبقى 2 س في س 3 في 1، يبقى 3 س ناقص 2، يبقى دي ناقص، يبقى هيدينا ايه، 2 س زائد 3 و س ناقص 1، مظبوط. خلاص يبقى اصفار الدالة، طبعا اصفار الدالة فوق مفيش الا س تساوي صفر، خلاص يبقى تحت عندي الس تساوي الخمسة والس تساوي الواحد، هنا الس تساوي سالب 3 على الاتنين والس تساوي الواحد، ما تنساش اللي فوق ده، ده موجب مش هيبقى صفر خالص، يبقى ده هو لا يساوي صفر، يبقى الس تساوي الصفر، لو ما حلتهاش ديت يبقى خطأ وهتنقص كتير جدا. يبقى مجال الدالة، ليه بناخد مجال البسط؟ لان بعد علامة القسمة بالذات بناخد مجال البسط، اصفار البسط واصفار المقام. يبقى ح ناقص 5 و1 وسالب 3 على 2 و1 و0. نبدأ نختصر بقى، طب نشقلب الأول، يبقى س ناقص 2 مفيش حاجة، يبقى نون س هتساوي س ناقص 2 في س تربيع زائد 2 س زائد 4 على س سالب 5 في س سالب 1 في 2 س زائد 3 في س سالب 1 على الس في س تربيع زائد 2 س زائد 4، دي راحت مع دي، س ناقص 1 راحت مع س ناقص 1، مظبوط معايا؟ تمام. معلش بقى، يبقى عندي س ناقص 2 على س ناقص 5 في 2 س زائد 3 على س. طيب نمسح بس، يبقى نون س، يبقى س
ناقص 2 على س ناقص 5 في 2 س زائد 3 على الس على الس. يعني عندي المقام هيبقى ايه؟ هيبقى تحت س في س ناقص 5 على دي يد، هتسيبها زي ما هي مفيش اي مشكلة، س ناقص 2 في 2 س زائد الايه؟ زائد التلاتة، 2 س ناقص التلاتة زائد التلاتة. بس هي دي ابسط صورة، ما تفكش بقى يعني انت، ما الفك ملوش اي قيمة، يعني هتفك ملوش اي قيمة، دي بقى دي ابسط ايه؟ ابسط صورة. طيب ب، عدد مكون من رقمين مجموعهما 5، واذا بدل وضع الرقمين. طيب المسائل اللي زي ديت بتتحل ازاي؟ يعني انا هقول لك الفكره بشكل عام، وتتحل على المسائل اللي زي ديت بالكامل. يبقى احنا هنفرض ايه؟ نفرض الاحاد س والعشرات ص. طيب اول معادله قال لي مجموع الرقمين يساوي 5، يعني س زائد الصاد يساوي 5، دي اول معادله. تمام، اذا بدل وضع الرقمين. طب يبقى الرقم الاصلي بقى، الرقم الاصلي قبل التبديل اللي هو قبل التبديل بنقراه ازاي؟ هنقراه س زائد 10 ص. طيب الرقم بعد التبديل، الرقم بعد التبديل هيساوي ايه؟ ص زائد 10 س. تمام، دي مثلا نجمة هيد وادي نجمة هنا كده، بحيث ان انا افتكر العددين. قال لي بقى العدد الناتج ده، الناتج يزيد عن العدد الاصلي بمقدار 9، يبقى ص زائد 10 س ناقص س زائد 10 ص يساوي كام؟ يساوي 9. لازم تحطهم بين قوسين عشان قبليهم سالب. طيب نوضب المسألة دي كده، يبقى ص زائد 10 س ناقص س ناقص 10 ص يساوي 9. 10 س ناقص س يبقى 9 س، 10 ناقص ص ناقص 10 ص يبقى ناقص 9 ص يساوي 9. يعني الس ناقص الص هيساوي 1 لو قسمت على 9 بالقسم على 9. يبقى انا عندي المعادلتين اصبحوا ايه؟ س ناقص ص يساوي 1 وس زائد ص يساوي 5. نجمع على طول، يبقى 2 س يساوي 6، يبقى الس هتساوي 3. جبت الس تساوي 3، عوض هنا، يبقى الص هتساوي 5، يبقى الص هتساوي الس ب3، اي يبقى الصاد تساوي 5 ناقص 3 يعني 2. يبقى العددان كام؟ العددان 3 و2، 3 و2. يبقى العدد الاصلي اللي هو السين صاد، السين صاد، السين بكام؟ ب3 والصاد ب2، يعني العدد 23، العدد 23. خلاص، يبقى أتمنى لكم التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن تستفيدوا منه بشكل كبير، وما كان من خطأ فيعني معذرة سرعة الكتابة، سرعة ممكن مسألة تكون الضرب خطأ يلخبط لك المسألة، ممكن مسألة قريتها حتى أو فهمتها خطأ، يعني وارد، الإنسان ليس معصوما من الخطأ والزلل، فاعذرونا إن كان في خطأ. ولو في خطأ يعني، يعني بعض الناس مهذبة حتى في عرض الخطأ، يعني تقول يا مستر مثلا في خطأ في كذا وكذا وكذا، نرد عليها اقول لها مثلا ايوه الخطأ كذا صحيح، او وجهة نظري كذا، او نتناقش ونتحاور، بحيث ان احنا اهم حاجة ان انت تستفيد بشكل كبير. اشوفكم ان شاء الله في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.